ساعات قليلة وتفتح مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية تحضيرا لبدء الانتخابات النيابية العامة. تعيش البلاد حاليا صمتا انتخابيا على وقع التحضيرات اللوجستية لبدء هذا النهار الطويل. الآن ينتشر الجيش اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية وينفذ انتشارا واسعا في كل المناطق، خصوصا الدوائر الحساسة، حيث سيعمل أكثر من 45 ألف عنصر من الجيش على حماية المراكز الاقتراع وحفظ الأمن في هذا اليوم، إضافة إلى نحو 22 ألف من قوى الأمن الداخلي ستكون موجودة في مراكز الاقتراع أو بمحيط مراكز الاقتراع. أكثر من 6800 صندوق اقتراع تم توزيعهم صباح السبت على كل مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية. إنها انتخابات مهمة جدا بالنسبة للبنان، تحدد أحجام القوى السياسية، تحدد أحجام القوى التغييرية المعارضة التي دخلت هذا الاستحقاق وتخوض هذا الاستحقاق. هذه الانتخابات تأتي بعد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد، في ظل انهيار اقتصادي، فقدان الليرة لقيمتها بأكثر من 90%، إضافة إلى مرور سنتين أو أكثر على انتفاضة 17 أكتوبر والغضب على الطبقة السياسية وأداء الطبقة السياسية اللبنانية. هناك تحديات عدة، معارك عدة، وأيضا هناك ملاحظات حول دعوات مناصري تيار المستقبل لمقاطعة هذه الانتخابات. أيضا هناك معارك انتخابية في بعض الدوائر يقال بأنها ستحدد أيضا هوية رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة. انتخابات مهمة جدا في لبنان وسط غياب المشاريع الاقتصادية والسياسية لمختلف اللوائح والمرشحين، لكنها معركة سياسية بامتياز على وقع هذا الانهيار وعلى وقع التداعيات التي يعيشها لبنان. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.